صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المفسرين فسر قوله تعالى فثم وجه الله بالقبلة، فهل في هذا تأويل لهذه الصفة؟ لا، ليس تأويلا لهذه الصفة، لأن الوجه يطلق ويراد به الجهة، أي فثم الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها. ووجه الله ثابت في غير هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فوجه الله ثابت في غير هذه الآية المحتملة. نعم.